مخاض عسير يشهده اليمن في مرحلة ما بعد مغادرة رئيسي إلى الرياض في رحلته العلاجية الاضطرارية. فالساحة تشهد حراكا على صعيدين متوازيين، فهناك على الأرض تصعيد عسكري تشهدهما مدينة تعز وأبين. تعز تحولت إلى أشبه بساحة حرب منذ نحو أسبوعين بدءا من اقتحام الحرس الجمهوري لساحة حرية الشباب الثائر، وانتهاءا بالمعارك بين مسلحين قبليين مناصرين للثورة مع تلك القوات، ووصل بها المطاف إلى مشارف قصر الرئيس. أما في أبين فالمشهد مختلف، فعاصمة المحافظة التي تدعى زنجبار لا تزال منذ أسابيع في قبضة مسلحين تقول عنهم السلطات إنهم من تنظيم القاعدة، والمعارك بين كر وفر بين الجانبين، أما القتلى فبالعشرات والنازحون بالآلاف. صنعاء التي تشهد هدنة هشة بعد اشتباكات دامت أسبوعين تعم فيها البهجة ممزوجة بالحذر منذ سفر صالح، وشباب ثورتها احتشدوا في مسيرة عنوانها مجلس انتقالي سريع، وإن تأخر إشهاره فسيشكل من بين صفوفهم. حراك سياسي يقوم به لاعبون رئيسيون في محاولة لملء الفراغ الذي تركه صالح. فاللواء علي محسن الأحمر المنضم للثورة باكرا مع رفقاء سلاحه تباحث مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومحور المحادثات سبل انتقال السلطة سلميا. سبقته إلى ذلك أحزاب المعارضة التي أجرت هي الأخرى مشاورات مع نفس الدبلوماسيين، وقد نصحوها ببدء الحوار مع حزب الرئيس صالح لنقل السلطة. عبد الرب منصور هادي الذي وجد نفسه فجأة قائما بأعمال الرئيس اليمني كثف تحركاته مع أطراف دبلوماسية غربية ومع قادة عسكريين وأمنيين، والغاية بحث المرحلة الراهنة. أما في الرياض فالتكتم والسرية لا تزالان تحيطان بحالة الرئيس بعد أيام من الهجوم الدامي على قصره الرئاسي. أنباء سابقة تحدثت عن إجرائه عملية لإزالة شظايا من سطره، وأنباء لاحقة وغير مؤكدة بأن قرابة نصف جسده قد طغت عليه الحروق، فضلا عن توقف إحدى رئتيه عن القيام بوظائفها. كل تلك التطورات والكل لا يزال في ترقب داخل اليمن وخارجه لما ستؤول إليه مجريات الأحداث في ظل عزم شباب الثورة تصعيد احتجاجاتهم حتى إسقاط النظام، لما يرونه تباطؤا في حسم الموقف خاصة في ظل غياب الرئيس صالح عن المشهد.